الهارد متفرمت، اللي عمل كده فضاه قبل ما يمشي. ده حد عارف كل شبر هنا؟ حد مخطط وعارف هو بيعمل ايه؟ كده بانت يا حسام. تردي شوفيه يمكن شك في حاجه. هو اكيد عرف ان انا لما لقى الكاميرا مقفوله ما كنتش في وعي، ما كنتش في وعي، ما كنتش عارفه بعمل ايه. طب ما تردي عليه. ارد اقول ايه؟ ارد اقول ايه؟ ما عنديش حاجه اقولها. انا ما كنتش قصدي، انت ما كنتش قصدي، انت ما كنتش قصدي. منار، منار، البنطلون المقطع ده، البنطلون ده ما يتلبس تاني يا وز. الله، وانت مالك؟ مال على جنابك؟ اسمعي يا بت، العوج والعوجان اللي كنت ماشيه فيه ايام ابوكي ده خلاص طلع لحاله. طب اوعى ايدك وقصر من ناحيتي. طب واي منات المصطفى لو شفتك لابسه البنطلون ده تاني مش هيقول لك تاني هنعمله فيك ايه؟ مش باللبس يا حمو، يا ما ناس لابسه راق فوق راق وتحسبه قديس وهو ابليس. ابليس بقى ابليس انا ماليش فيه. اسمع الكلام، انت شغاله معايا سرسجيه، العيال بتتفرج على الموبايل، بتتفرج على التوك توك. ارجع على النسوان يا ولد، انا خايف عليكي. لو خايف عليا بصحيح ما كنتش غصبتني عشان نسرحه في السكه دي. منار، فاكر البنطلون ده؟ لا مش فاكره، مش عايزه افتكر حاجه. خلي اي حد يرميه في الزباله. على فكره الفلوس دي بتاعتك. ما بقالهاش طعم بعد عمر. مفيش حاجة لها طعم. هنعمل ايه؟ انا هروح للنيابة وهتهمها. هما بقى يقبضوا عليها ويحققوا معاها. كانت عايزة تقتلك او تقتلني او تقتلنا احنا الاتنين. الحكاية مش محتاجة ذكاء، الحكاية باينة زي الشيء.